يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد من بني جلدتنا من يشكك في تاريخ نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويقول إنما هي صراعات سياسية، وإن نجد لم تكن في ذلك الزمن على عبادة القبور، فكيف نرد عليه؟ هذا موجود، يعني خصوم الدعوة إلى التوحيد من قديم، من وقت الشيخ، وهم يخاصمون الشيخ ويردون عليه، وهذا موجود في ردود الشيخ عليهم. هل الشيخ يرد على جن ولا على هوى؟ يرد على ناس موجودين يخاصمونه، هذا شيء موجود. فالذي يجحد هذا يجحد الواقع، يجحد الواقع. ثم أيضا هو يكذب الشيخ ويكذب العلماء الذين ذكروا ما كان في وقت الشيخ وقبله، يكذبهم، يعني يكذب العلماء ويخونهم، نسأل الله العافية. يا يزكي الناس وهو ما يدري عنهم، هل عاش في ذاك المجتمع؟ لكن هذا الجهل والهوى والعياذ بالله، والعداوة للتوحيد، هذه عداوة للتوحيد وأهله، وإنكار إنكار للواقع. نعم.